قناة عدن الفضائية، قناة بحجم وطن. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. وصل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية إلى مطار جاكرتا الدولي للمشاركة في القمة الاستثنائية الخامسة لقادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وستتناول القمة تطورات الأوضاع في القدس الشريف والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والخطوات الواجب اتخاذها من قبل منظمة التعاون الإسلامي لمساعدة فلسطين والقدس الشريف والتغلب على الأوضاع الاقتصادية. كما سيلقي فخامة الرئيس كلمة بلادنا في القمة التي ستنعقد يوم غد الاثنين بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، والتي سيتناول فيها موضوع القدس ودعم جهود اليمن وموقف الدول العربية والإسلامية المؤيدة لليمن وشرعية الدستورية ورفضهم لعملية الانقلاب التي نفذتها ميليشيا الحوثي وصالح. رافق فخامته مستشار رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العالمي وعبد العزيز المفلحي ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العالمي. أكد نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح على تكثيف الجهود الأمنية لمواجهة العناصر العبيثة في الأمن والاستقرار والمضي قدما في مرحلة البناء. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بالقيادات الأمنية في المحافظة، حيث شدد على عدم السماح للأطراف التخريبية حرفنا عن المسار الصحيح، وقدم تعازيه في روح الشهيد العقيد سالم ملقاط ومساعده وكافة شهداء الواجب. وثمن نائب الرئيس الجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الأمنية التي نجحت مؤخرا في إفشال عدد من مخططات الجماعات الإرهابية والمنحرفة، وداهمت العديد من أوكار المتمردين وضبطت الكثير من السيارات المفخخة. وشدد نائب الرئيس الجمهورية على تطوير الخطط الأمنية وتفعيلها بشكل أكبر وأكثر نجاعة، كما أكد على ضرورة رفع مستوى اليقظة الأمنية وإعادة مراكز الشرطة إلى وضعها الطبيعي للقيام بدورها في ضبط الأوضاع الأمنية وبث الطمأنينة في نفوس أبناء المحافظة. وأشار بحاح إلى أهمية الإسراع في استكمال ملفات تجنيد الشباب بحيث تكون الأولوية لأبناء المحافظات نفسها، وإلغاء مفهوم الوساطة والمحسوبية في التجنيد، وتخلص بشجاعة من الفوضى والعشوائية التي خلطت أوراق المؤسسة العسكرية والأمنية التي ورثناها من الماضي البغيض. وجه نائب الرئيس بأن لا يقل مستوى المجندين عن الثانوية العامة، وأن يتم إخضاعهم للتدريب والتأهيل المتخصص وفق ما تقتضيه الحاجة، كما جرى مناقشة إمكانية فتح كلية للشرطة بمحافظة عدن كونه أمر ملح في المرحلة الراهنة. وجه نائب الرئيس بتقديم خطة متكاملة بهذا الشأن. دان نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح الحادث الذي تعرض له دار المسنين في عدن، مؤكدا أن هذه العملية الإجرامية لن تثني الحكومة على ملاحقة الإرهاب والقضاء على كل من يعملون على زعزعة أمن واستقرار المواطنين. وأشار إلى أن جميع المخلصين من أبناء الوطن يقفون صفا واحدا في القضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا، وأن العمل مستمر في تفعيل دور الأمن في المحافظة وتنشيط الأمن المجتمعي بين أوساط المواطنين. المحافظ الوكلاء، أعتقد نموذج ما حدث البارح
يعطينا صورة إلى أين يراد بنا أن نتجه أو يريد أن نتجه بالمدينة. مدينة عدن، مدينة عدن رمزية، مدينة عدن رمزية، فلذلك الجميع يسعى لحرف هذا المسار. فواضح كان الجريمة التي حدثت البارح جريمة بشعة، جريمة مدروسة، ليس فقط الحين كل عبثية، لا مش عبثية، بالنسبة للفاعل ليس عبثية، مثلها مثل ما ارتكب مجزرة مستشفى العرضي، عبارة عن ممرضات ومرضى، يعني ممرضات والنزلاء، لكنهم يريدوا أن يخلقوا هزة مجتمعية، عدم أمن المدينة. كانت عندنا اتجاه عندما كنا وصلنا في شهر 8 أو 9 وبقينا جزء من 10، كان اتجاه تسير الأمور بطريقة أفضل، بدأت العجلة تدور، بدأنا نضع خارطة الطريق ماشية عليها، كانت الأمور صعبة، لكن أقل شيء كنا نحاول نرسم الرسمة ونلونها. الآن هناك من يريد أن يرسل لك الرسمة وأنت تجي تلونها جاهزة، ولكن رسمته هو وليس رسمتنا. فالوضع بحاجة إلى يقظة. هل سوف ينجحوا؟ أنا أعتقد بهمتنا لن يستطيعوا أن ينجحوا. بهمتنا لن يستطيعوا أن ينجحوا. فقط نظرة بسيطة. وضع أن تعود عدن إلى إطار مؤسساتها. هو بين مؤسسات الدولة أو مؤسسات الفوضى. بين مؤسسات الدولة أو مؤسسات الفوضى. علينا أن نختار في عدن. عدن النموذج بحاجة أن تعود إلى مؤسسات الدولة وليس لمؤسسات الفوضى. تحت أي ظرف، تحت أي ظرف، إذا انحرفت الأمور إلى مؤسسات الفوضى سوف يكون الجميع ضحيتها. الآن هو قوتكم كمؤسسات دولة، قوة السلطة المحلية في عدن أن تعيد الأمور لهيبتها في إطار مؤسسات الدولة، تعيد الأمور في هيبتها إلى مؤسسات الدولة. هذا هو الأساس. علينا أن نوعي الناس. مرينا الآن وضع من شهر 7 إلى الآن، مرينا أكثر من 6 أشهر. العجلة دارت على فكرة، ليس بالصورة القاتمة اللي ترسم، يعني ليس بالصورة القاتمة اللي ترسم. صحيح في كثير من الاختلالات، كثير من العبث، لكن في خطوات عملية أنتم نفذتوها. يعني أنتم كجهاز تنفيذي في السلطة المحلية في عدن، أنتم من قام فيها. ليس الصورة القاتمة التي تنظر لعدن. الجميع يعرف عدن أثناء الأزمة، أثناء الحرب، من دخلها ذلك اليوم أو من عاش فيها ربما لم يكن يتوقع أنها سوف تعاد إلى الوضع الحالي. لا، طموحنا إلى أفضل من ذلك إن شاء الله. طموحنا إلى أفضل من ذلك. قد فقدنا كل الخدمات. الجميع يتذكر يعني مطار عدن كيف كان وكيف تم تهيئته. خالد سيدي يمكن أكثر واحد يتذكر. كانت العجلة، لأن كانت في روح مقاومة. الآن ظلت ما يسمى مقاومة، لكن روح المقاومة الحقيقية، فهذه خطورة. لا، نريد الجميع أن يتحلى بروح المقاومة، الجميع أن يظل بروح المقاومة. روح المقاومة هي سوف تعطينا دفعة للعمل المؤسسي لعمل الدولة. هذه روح المقاومة. روح المقاومة ليس فوضى بالصورة الذي حاول بعضها أن يشوه شوه المقاومة. هناك الآن من يحاول أن يشوه المقاومة. المقاومة الحقيقية من استشهد. المقاومة الحقيقية 23,000 من جرح. المقاومة الحقيقية من لا زال في الجبهات. المقاومة الحقيقية من يقوم بخدمة الناس على الميدان، في الميدان. الآن من يقوم بخدمة الناس. توفير الماء والكهرباء هي مقاومة، ولكنها تحت إطار مؤسسة الدولة. فهذه المقاومة. إذا حد عنده تعريف آخر بتسمية المقاومة، قاطع الطريق، هل نسميه مقاومة؟ تحت أي ظرف، تحت أي سبب، قاطع الطريق، حتى الجائع إذا أوقف وقطع الطريق فهو قاطع طريق. فأقصد أنها يجب أن نعرف المقاومة بشكلها الحقيقي بحيث لا نظلم الناس. ما هي المقاومة؟ هذه التعريفات الأربعة اللي ذكرناها، بين الشهداء وبين الجرحى وبين لا زالوا في الجبهات ومن لا زالوا في جبهات الحياة المدنية في توفير الخدمات اللي هو أنتم. هذه المقاومة، هذه روح المقاومة.
كرم وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي ومحافظ تعز علي المعمري وأتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز الناشطة الحقوقية إشراق المقطري بعدد من شهادات الشكر ودروع التكريمية نظيرا لجهودها واستمرارها الرائدة في الميدان في مجال العمل الحقوقي والإنساني. وفي الحفل الذي أقيم في قاعة نجد بفندق الستين بالعاصمة السعودية الرياض وحضرها عدد من القيادات السياسية والثقافية والإعلامية وقيادات العمل الإنساني والحقوقي، تم عرض فيلم قصير عنوان تعز مدينة الألم، والتي أعدته اللجنة الإعلامية في ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز لإبراز حجم الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدينة جراء قصف ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية وحصارهم للمدينة منذ 10 أشهر. وثمن وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي الدور الذي تقوم به إشراق القطري وجهودها في التوثيق والأعمال الإنسانية والنشاط الحقوقي في اليمن بشكل عام وفي محافظة تعز بشكل خاص، فيما أكد المحافظ المعمري أن تكريم إشراق المقطري هو تكريم للمرأة ولكل المناضلين الشرفاء في الميدان. احتدمت المعارك في تعز بين المقاومة الشعبية وميليشيا الانقلاب، وقالت مصادر إعلامية أن مواجهات احتدمت في منطقة جبل حبشي بين المقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الانقلاب من جهة أخرى. وأضافت المصادر أن المعارك أسفرت عن مقتل 15 شخصا من الميليشيات المتمردة، وكانت تعز شهدت أمس مقتل 14 مسلحا حوثيا في معارك بين الجانبين وغارات الاتحالف العربي. وقالت المقاومة إن المواجهات دارت في وادي الضباب وحي عصيفرة، بينما استهدفت الغارات مديريتي ماوية والجند. أعلنت المقاومة الشعبية والجيش الوطني أن قواتها أحرزت تقدما بعدة مواقع في المناطق الشمالية بمحافظة الجوف، لا سيما مديرية خب والشعث. وقالت إنها تمكنت من التقدم باتجاه جبل الجامع واستعادت موقعي مريخ وأبي سلم من الميليشيات المتمردة في محافظة الجوف. وقالت مصادر إعلامية في المقاومة الشعبية بالجوف إن الجيش والمقاومة شنا السبت هجوما على مواقع الانقلابيين قرب سد العكيمي، في حين استهدفت طائرات التحالف العربي بعض إمدادات الميليشيات المتمردة. تدور معارك عنيفة منذ فجر اليوم بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في جبهة زوب بقيفة رداع بمحافظة البيضاء. وذكر مصدر في المقاومة أن الميليشيات تقصف منازل المواطنين بالدبابات والمدفعية بشكل هستيري، فيما المقاومة تواصل تصديها للميليشيات الانقلابية لليوم الخامس على التوالي. وأشار إلى أن جثث الميليشيات تملأ ضواحي قرية الزوب، كما أسفرت اشتباكات اليوم عن استشهاد أحد شباب المقاومة وإصابة آخر. وقامت الميليشيات بقصف قرى ومناطق المواطنين بالبحج الحميقان مديرية الزاهر بصواريخ الكاتيوشا. شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء. وذكرت مصادر إعلامية أن الغارات استهدفت مواقع الميليشيات المتمردة في منطقة هيلان بمديرية الصرواح غرب المحافظة. واستهدف طيران التحالف أيضا تجمعات وآليات عسكرية للميليشيات في منطقة الوهبية بمديرية السوادية وفي مواقع العريف بمحافظة البيضاء. شيع أبناء محافظة الضالع يتقدمهم الأخ فضل الجعري محافظ المحافظة وقيادات السلطة المحلية والعسكرية وقيادات المقاومة الشعبية الجنوبية جثمان الشهيد العقيد الركن علي محمد قحطان الذي استشهد في جبهة كرش بمحافظة لحج دفاعا عن الدين والأرض والعرض، حيث وري جثمانه الثرى في مقبرة العقلة مسقط رأسه. وفي مراسم التشييع قال الأخ فضل الجعدي محافظ المحافظة إن الضالع كانت وستكون كما عرفت في مقارعة ومقاومة الظلم، لأنها كانت مع الحق وستبقى مع الحق أينما كان. حضر مراسم التشييع اللواء الركن علي مقبل صالح قائد اللواء 23 مدرع. الشهيد علي محمد قحطان الشعيبي الذي استشهد في جبهة كرش، وبالأمس القريب قبرنا شيعنا جثمان الشهيد الجهادي الذي استشهد في جبهة مريس
الضالع تقدم فلذات أكبرها في مريس في حراك في كرش، وتجار الحروب يعلنوا بالأعلام أن الضالع تقطع الطريق، الضالع تمنع الإنجاد، الضالع ليس لها في عمل الدناءة، الضالع دائما السباغة في التضحيات، السباغة في النضال. نقول لهؤلاء المتاجرين بدماء الشهداء وأرواح بدماء الجرحى وأرواح الشهداء أن الضالع لا يمكن أن يخذلها كلام الجبناء. طلع وكيل أول محافظة مأرب علي الفاطمي ومعه نائب مدير عام التربية والتعليم عبد العزيز الباكري على سير العملية التعليمية ومستوى انتظام الطلاب والطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2015-2016. وخلال الزيارة التي قام بها الفاطمي إلى مدرسة ميثاق الأساسية الثانوية للبنين والتي تضم 1700 طالب وطالب، طاف في الفصول المدرسية واستمع من قبل مدير المدرسة عبد الرب الحداد إلى شرح حول مستوى الإعداد والتحضير لبدء الفصل الدراسي الثاني ومدى انتظام الكادر التعليمي وتوفير الكتاب المدرسي. كما تفقد أيضا سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد محمد هايل للتعليم الأساسي للبنات والتي تضم 1444 طالبة، استمع إلى شرح من قبل مديرة المدرسة نبيلة الحماطي والتي أشارت إلى أن العملية التعليمية للفتاة في مأرب تسير بوتيرة عالية وتحظى باهتمام كبير باعتبارها تمثل النواة الأولى لبناء المجتمع. الفصل الثاني من العام الدراسي 2015-2016 في محافظة مأرب وكذا في كافة محافظة الجمهورية، أهمية التعليم أهمية مجتمعية يجب أن يشترك فيها الجميع. نشكر جهود مكتب التربية والإدارات المدرسية، وجهنا المجالات المحلية ومكاتب التربية في المديريات برفع تقارير يومية عن نسبة حضور المعلمين وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي غياب. ندعو الجميع بالنهوض بالعملية التعليمية فهي مسؤولية مجتمعية نشترك فيها جميعا. اليوم بدأنا تدريس الفصل الدراسي الثاني من العام 2015-2016، عدد الطالبة في المدرسة 1440 طالبة. الحمد لله رب العالمين، الوضع مستقر في محافظة مأرب أمنيا، والطالبات بدأنا بالتوافل للمدرسة، والكادر التدريسي مداوم ومستمر في المدرسة، وإن شاء الله بإذن الله الأمور إلى الأفضل. أيضا في محافظة عدن دشن مدير عام مديرية البريقة بالمحافظة هاني محمد اليزيدي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2015-2016 لأكثر من 1000 طالب وطالبة في 23 مدرسة. وطلع اليزيدي ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية طه نعمان عبد الله على سير العملية التعليمية في عدد من المدارس في المديرية. وخلال الزيارة أكد اليزيدي حرص قيادة المديرية على استقرار وانضباط العملية التعليمية بما ينعكس إيجابا على مستوى أبنائها الطلاب، مشيدا بمستوى الانضباط الذي لمسه من الكادر التربوي والطلاب والطالبات في المدارس. ودعا مدير عام المديرية أبنائه الطلاب إلى الاهتمام بدراستهم والمثابرة والجد والاجتهاد في التحصيل العلمي بما يضمن تحقيق آمالهم المنشودة. أقيم في مدرسة الشهيد المريسي بالحصين الضالع حفل تكريم أوائل الطلاب من المرحلتين الأساسية والإعدادية بحضور الأستاذ علي قاسم مصلح مدير عام المديرية والأخ نديم عبد الله محسن مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمديرية وعدد من أعضاء المجلس المحلي والمقاومة والآباء والمواطنين وطلاب عدد من مدارس عاصمة مديرية الحصين بمحافظة الضالع. وفي حفل التكريم ألقيت عدد من الكلمات والقصائد الشعرية نالت استحسان الحاضرين، حيث أشادت بالدور الذي يقوم به المعلمون وما يلوه من اهتمام بالطلاب والتعليم في هذه المدارس. أكد الأخ نبيل أحمد حيدان مدير عام مكتب البريد محافظة أبين أن قيادة البريد قد قامت بفتح مكاتب لها
بمحافظة عدن بدلا من مكاتبها في زنجبار وجعار، وذلك بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها محافظة أبين. وقال نبيل حيدان إن باقي المكاتب بمحافظة أبين تعمل بشكل ممتاز وتقوم بدورها في خدمة المواطنين ولا تعاني من أي مشاكل. حاليا يعني بالظروف التي تمر فيها البلاد والأوضاع الصعبة، يعني نعمل بخمسة مكاتب بريد، التي هي لودر ومودية، مكتب بريد الرصد، مكتب بريد الكود، وحاليا تم فتح مكتب مدينة عدن. بالنسبة للمواطنين المستفيدين من أبناء أبين الذين يتوجهون إلى عدن من أجل حل مشاكلهم، ونحاول نحن يعني بأقصى ما يمكن أننا نوفر لأبناء أبين السيولة التي توفر، حيث أنه يعني من الصعوبات التي يعني تعتبر مشكلة عامة بالمحافظة أبين وعدن ولاحق أنه لا توجد لا توفر السيولة الكافية للبنك المركزي وكذلك للبنوك الخاصة، مما يضطر احنا ان نجزء السيولة والمرتبات على اجزاء، وربما ان المواطنون يعانون. نعت وزارة الإعلام والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وفاة الإعلامية القديرة صفية لقمان التي وافاها الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال العمل الإذاعي. وعدد بيان ناعم مناقب الفقيدة صفية لقمان التي عملت في إذاعة عدن منذ انطلاق بثها الإذاعي في 7 من أغسطس 1954، والتي تعد أول صوت إذاعي نسائي في الجزيرة العربية عبر أثير إذاعة عدن قبل 6 عقود. وأشاد البيان بما قدمته الفقيدة من أعمال إذاعية من خلال تقديمها لعدد من البرامج المتنوعة في المجالات الثقافية وبرامج المرأة والطفل. وأشار إلى أن الفقيدة صفية لقمان هي صاحبة أول صدى صوت في الإذاعة بعبارتها المشهورة هنا عدن، والتي ما زالت حاضرة في أذهان كافة أبناء الشعب اليمني. وعبر البيان عن حزنه العميق لأسرة آل لقمان بهذا المصاب الجلل، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويه ومحبيها الصبر والسلوان. بهذا الخبر مشاهدينا الكرام نصل إياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمت لكم من قناة عدن الفضائية. في ختامها لكم أجمل التحايا وأطيب المنى من طاقم العمل جميعا. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.